بسم الله الرحمن الرحيم اسم غدارك ونكسن إذن هانتين باخيارتها يا صاحب هذا هو ذا نقلاس عضوة ضلات كان مقال هذا الأسعانود كدوات مدلح بلوضة وحاكا ألو سن علادو دا حيسا عيدا مدا حقو دير كاه جماهير تا SSC وشعب كدهيغان كا أما مامور كا قبل هذا SSC خاتمو إيو مليشيات كدهيغي عب موسى بيحي عبدي هذا ما خدك التليفون كأشي دهرا وحا كوتشرا وستة ساعات إنه وذا كوتشرا أفاينك جود إذا ماذا حب درك جماهير تي إس سي وسرية جوتو محمود محمد أحمد أو كم قعدر قبلي وفي الأيام عيسو إنه إذا كو عصبين جنرال قبلي وحا وح كوي دين دونا هدي الله سبحانه وتعالى وقراضه بل هذا الدجال هذا معلمه إلا صور دافي أي سو قادين ميليشيات كديغي عبد موسى بيحي عبدي ما شقادي كدلتي إيو سببتا كلفتي إن مرنا بريغا يسو ويرران مرنا قلبيت كسو ويرران سيدو كلي واحي إنو سو قادن دونا هدي الله سبحانه وتعالى وقرادو إن هذلكي نوح تاني ومدح ميليشيات موسى بيحي عبدي وكشيغي فقارا ياشكر الدوان إنا يقولني ما الدقال لما يان إيو ونبا تاقنا دالك جبوتي بهادا انت اي كوغيهين عيدا مدى حقو ديركا سيدو كلاو وحاين نو سو قادان دونا بالهادا مرحلة دا كما الدن بايستا اه إلا قلي إن جنرال قبادلي وادي مغلي ساوان في ليا سيوان اكتن واتهي انو كاقام مهد علنا يو وقتيا يو وليوا فرصاد دا اد النسيسي اضاو كوچي راحي اللي اداك چي دهوري بالهادا سيقود وحاد نوغا سيسا واربحين اني يداوضا ياشبا ان جويغا اغاقا اما جيدا هوري ايد دقالكو وامد نوعيه اه كاعو تو ادوا وكالدقيني اي دين عردوا شو عرادين ومليفيات كيو مصدفه هجاني ايدوري ايدي وحيي الله ايام دوك شعب كا ايدوك شسولي مريضة لاسعانة تنون نيرو دي يودي قوة عدن كشوين أنا هنا وأنا مثل دفاع مركا هذا ما تحبط على كامتشيت مركا لقيت هاي مدي مرمرة وحشت صغار ودفاع يسكنين لقيت دروا كان بيجت حرب وات هاي إن مال ما هي اللي صار دافي لا مال متكهر إجارهان مالنكي عرفة لوسومنا يلا ما مال مودو كهريسي waxay midba weerar ka soo qaadeen bariga iyo galbeedka magaalada Laascaano dagaaladaasi waxay ahaayeen dagaal aad u culus in inta ogaalkaaga maadaama aad tahay hadalhayeenkii ciidamada SSC khasaaraha in de labada dhinac kala gaaray wala dareemi kara ciidamada diraya dhinacii duulaanka soo qaaday ee Muuse Biixi maxaad naga la wadaagi kartaa khasaaraha in kala soo gudboonaday dagaalka شاعو وطا دماغا بصدع في وير الشوق هذين أفر يلواتن كي بيشا سن يلواتن كي بيشا يتضل يلواتن كي بيشا وهو أما شيء مصدي في وقصة السنعين كان لقيا يلواتن كي تشون نضح سن مجال الله سعرب إن مجال الله سعرب إذا أنت تبقان أما يقول كل السنان سيدا أوري مالك أفريا الله ذكا أي أريد هو الصوغ راع المراسير هذا فرابضا وغير أدنون في مجال وستو صورة بأكثريان وغياد في الله بغل المرسع ونشبه شكرا هولي بغلي الله باسم أرتفايف دار صدر في غلية كان الدولة يا إستان هذا كان غير مجابيا إلا كان في نسيبونات خسارة في ذا البلد كما دعنا كلاك غيره ويا بوكي ويا ذا الشعب واي وحيين ليين عندما ذا وحساوين مجالي الله وشي وعن كبير سني إلا أنه كنت وابنه واي بزاحة حنوكم لكل مان خسارة مفرة بلن كنت با جاري ودمسير الميران يحضن بيكون قافتي يجا عمي يصور غير حيد المضي الوحي شبهين قرآن كي كتو بحيلين في ميسيكا يسمى بو كلام مغرا إلا نقوان من ميسيكا قادمو أي أن نعلم أمروي ويرينا دو ويرجو كاتو أن دوري لي ما كي يسمى بيشي مادان إلا نقوان حد أي شو داران
جنرال مركل لفيريو دقال الذي هوري جيدها أودان هل مرة أياد دقال كأي كسو قادي جرين محاك اللي فيباد إسلاه ده هاي إن مرنا بريغا أي هديان مرنا قلبات كأي هديان وهل مرة سيدي اللوية قاني أي ويرر صف بلارانا إن عول بكسو قادان وأنا أشاهد أن الموسيقى في المنطقة هي 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 مصدق أن الكلام واحد المرة إذا كان إنه عملا إنهم جاشان عندما ذكرت اسم الكلام واه إنه كان الكلام واه ما كان كلامين ما يرمن إذا يصير واحد اللي كان عندما نقول وحيد انتفاع كتير عند البناء المش وصاران خاصة كيف يعني يتم عندما ده يصير يقول يا أبو باي أي أشياء هذا كذي يعني هذا اللي يشوفه طبعاً عندما يدمون يعني كلام لكن كنتو تاجن الصوت وغان وكفو البدايان كان بلحوميه هذا المصدق هي الجيسة فالي عمل كسيري كان سنوة سنوة قلوة إلي وانا قلنك إلهي إنو عينو حمد الله يسكرة في الناشة ومعلوم المنت يداو عام ممكن الجيسة يبرحوية حينوة سوى أنوار إنو إنو طاعة قلنة يبكى شعب كاو إسلية هاي ونسمي في وحي تباقى الخلقينية أما إذا كاو إسلية يبقى إنك أسوق هذا لكن جنرال قبلة هدي أنا كوسي صعنة ورئيس جنة تليها ملشي هذا مصبيحي نوح تاني دوان وها وكه الله دجال كلاس عنود ولي بحليه كل دوان مرو كوسو نادولات كمجال هذا هرجيسة أو كحد اللي يراء تبر لوجو صحري وها وشيء إن يطريين ووح بدن أي حيرين يين إن هاتنسى لحنية تابتي أو أي بحاكو إلى هذا وعد ربيك الدونان مركلة وحاو كعلي هذا لنوع عالم ده بل هذا سيو أركتا هذا الكن أو توريني أرقق حسان لدقال لما إنا بندلان بان لدقال لما إنا
هذا لا نوع عسى إسحافة دومرية يطريتان كأوشيء بل هذا إن كأفيان كعيدا كأسسي أهان سوى ركتا ليه أنتظر معانتي نوع تاري وحوق هذا الشيء لا يعي وليه أبي يعي يسألوا دولة الشيء يعي وليه صبن سنة من وحيداً كيداً كان نورسنا أخريه إن مانتا بيروه ينسل هذو الاستفاعية أي سيد الباحق ومعروه الوكوبستان وميدك إنسي لاوي حنسي كان ندي زي كورني ميدسي عرقي صلى الله وكيامه وطوضو بتاسم قادم لأي هاي أنه واجه حسن منهن عالم كنوه وبي هاي تدخلوك الله يعرفي معلوم هاي dowlad dublan ay raad waad dalalka ka dagaalamaysa ma jirtoon haddii dowlad dublan dagaalka shuruu gelinayay oo jiraad dheer ay nala qaadan lahayd dagaalka nala gelinayna gelin bay shuma amanta aanin marka waxaan shureynaa iyo waxaan u naxariisaynaa waa hadal meel waayay iyo hadalka waa in waan shuru tagay go'cadu in weerarka xal qaadmi markii ay jiraad matal saraakiishii ay ka qaadaa tiigoos aad u dhisheedana waa carabay muuq buu ilaadeenkii ilaa intii saaraha uu galay kala ma ogo annaga afsoomaalida oo aan u ganacsanayna dadka shacabka ah wuxuu garanayaa oo ruuxaanti waxaan qabaynay wixii fadeeyay ciidanka maanta aanu gacanta ku haynno ee jiradeysashii inay awoodi karaan inay gargaarku kala tagaan ciidanka maleeshiyada somaliland argagixisanaa nugmaniin dad lagu shuru duulay oo dadkooda difaacanayaan maay haddii argagixisa jirto muusa cid walba yado inaa argagixisan uu yaaday oo isaga ay ciidamadiisa ku jiraan oo ay la hawl galaan baanu anagu ognahay isaga laftiisaan argagixiyo dad shacaba oo dulkoodii degan bumaraafiic la dhacaa oo weliba si duqoliinaha oo baqdini ku jirto ciidamada iyadu waxay ku jiraan 2 kilometer wabiga lalama daco ciidamada magaalada iyo shacabka la dugeeyaa marka waxaan leenahay wuxuu muuse duuxiy sugaale inaan kama dhexeeyo haddii ciid sugayso waa annaga waan kaga dambeeyana waxaanu ka sugaynaa ciidamada hadday bixiyaanna markaasaad ogaan doontaa inaanu anagu yuu joognay in kale waa tahay n generaale waxaa jira markii uu yimid gooja cadde nuux taani malahayga waa xilliga amarka uu bixinayo ciidamada waxa uu la hadlay warbaahinta maxalliga ah ee Hargeysa waxaana uu sheegay in maadaama sida uu sheegay turaalihii iyo wax badan xeerintii ay meesha ka baxday xilliga wixii ka dambeeyay inay gunnimo dagaalami doonaan oo ay gunnimo dariri doonaan tan iyo intii hadalka uu yiri waxa bilowday dagaaladii aynu ogeyn maxaa ku soo kordhay saaxadii dagaalka oo hadalka nuux taani uu ku soo kordhiyey ee ah waa gunnimo dagaalamayna horta markoodii horeba dagaalkoodu gudoonnima dagaalan kuma jirin maxaabiista ay qabtaan qaabkay oo dhaqmaan way mu aragnay uumiya maraashiicda lala dhacaa dad shacaba iyo masaajidaa lala dhacaa gunnimo dagaalankii wuxuu noqday dadkii shacabka ahaa inuu ku amroyn maraashiicda wixii meesha u yaallay lagu amro oo ay siyaadaan magaalada dhulka ma siin karaysaan markii ciidamada ss i waajibaad kooban bixiyeenna nalay hoomiyayaashoodu iyagiiba ay ka baxeen baa la waayey markaa af soomaali iyo hadal meel laga yidhi qumbuu dee noqonayaa gunnimo dagaalankana wuxuu noqonayaa shacabkaanu hoomiye la dhacaynaa iyo artifoyg yudaa soddon ku garaacaynaa oo waxaanu adaa la duulay saasaanu kuga jawaabaynaa laakiin wuxuu garan laayahay shacabkan in ciidamo dhulkan iskale oo kuwa shacabku ahaaya inay ka sokeeyaan oo gooja cadda intaa u jiraan marka degunimo dagaalan awalba gobonimo dagaalan somalilan meesha uma joogin dagaal baa naga dhexeeya annagu runtii ma doonayno inaan wax ka dhasan iyo waxaanay ahayn midna ku sheegno waa deel damaxa galay laakiin runtaanu kulaalisiin doonaa inay aaminaan inaanay cidna awood ku haysan karin sidabadana haddii aanu maanta iyaga meesha ka saarro diyaar uma lihin beeraha deriska ee ay ka soo jeedaan
inaan waxyeelayno inaan shacabkooda waxyeelno inaan ka argoosano ma keyno qaabka noocaas aanagu waxay noqon doonaan shacab soomaaliyeed aan diri tinahay oo sidii hore aan uwada dhaqamaan jirahayn waa tahay taliya waxaa jira xoga badan marar kala duwan warbaahinta gudaha iyo weliba tan dibadduba ay ka hadashay oo ah in Djibouti waa dalka Djibouti ay ka joogaan yacni ciidamo lagu sheegay dhinaca farsamada sidoo kalena taageero buuxda ay Djibouti la garab taagan tahay nidaamka Muuse Biixi arrinta maxaad ka ogtahay maadaama aad jiidii ku sugan tahay oo aad la wadaagi kartaa bulshada Soomaaliyeed ku daawanaysa dowladda Djibouti Soomaaliland dagaalka sida Soomaaliland ugu jirtay iyadoo ugu jirta daawadii ay soo rartay baa noo ognahay hubkii ay soo rartay baa noo ognahay xulayaashii ay keentay baa noo ognahay waxaan ognahay in kala bixinta ugu dambaysa Muuse hadda ciidankiisa meesha ku jooga uu leeyahay madaxweynaha Djibouti baan ognahay marka Djibouti inay Soomaaliland la garab tahay oo doonaysa inay saxaro xoog lagu qabsado iyadoo aanan garanayn runtii ujeeddada uu ka leeyahay madaxweynaha dowladda Djibouti wax qabsoon ma aha caalamkuna waa ognahay annaguna waa ognahay laakiin masiiro waxaa dhici doonta cid kastoo isgarab taagta ciidamada Soomaaliland iyadoo carrarkooda aad maqashaan oog bay dhaafeen taasaanu ballan qaadaynaa cid kastoo ay ka darsoonayno waxaan u sheegaynaa inay aaminaan mana dhici doonto ciidamada Soomaaliland hadda wixii ka dambeeya inay halka sii fadhiyaan awalna waxaan uxeleynay Soomaalinimada daaqa adduunka la soo baxaya nimanksinaysi go-aamada soo saaray iyo go-aanka isimada iyo guddigaan sugaynay iyaga haddana soo garaacay oo na daandaanshaday ma sii dhici doonto inaanu anagu shigno waxay noqonaysaa dhulkayaga inaanu ka sifaynaano waa tahay ugu dambayntii farda laysu fuulay laysuma faanshee waxaad tiri dhulkanaga waa ka sifaynaynaa muddo lix bilood ah hadda hawshu maraysaa ma yacni wax aan ogeyn baa jira oo maxaan ku idhaahdaa aad ku xisaabtamaysaan mise awooddu soo ma aha untii hore horta marka horeysa waxaan ku sheegayaa saamacow Soomaaliland intii ay ku sugnayd ee dhulkan ka joogtay ama deegaanadan waxaan u malaynayaa berigii hore inaanay 200 oo jumlo ka yarayn waxaan ugu guulaysanay maanta inay goota cadde kaliya joogaan iyo intaa yar 20 kilomitr inay ciidamada Soomaaliland ku yihiin waxaan ugu guulaysanay deegaanka dadka degan ilaa iyo cayn sool iyo shanaagta in maanta uu soo gaaray innaha laba jirka ahay Soomaaliland qofka yidhaahdo haddii aan odhan ha dhacda haddaan la raacin qofka in madaxa laga jarayo qalbiyadii dadka ee shacabka deegaankaas mid horgulu ahaan jirayiin mid la socon jirayiin mid la shaqaysan jiray baanu dhammaantood hanaanay oo ka safaynay oo ka safaynay iyaga naftooda ciidamadii ku jiray ee ka tirsanaa iyo saraakiishii waxay maanta horyuu ka yihiin ciidamada iyaga dhulka ka saaraya midna waa kuu sheegayaae wax badan baa naanagu xeereynay Soomaaliland haddaana dadku weyn ciidamada maanta ka jooga iyo ciidamada beeruhu leeyihiin aanu anagu haysanaa ile shacabkii oo dhan iyo deegaanadii baa nala socdaa waxaan oo aaminsanahay haddaanu go-aansano inaanu cagtamayno inaanay waxba la noolaan karin laakiin waxaan diideynaa inaan qabo cabsano dambe reerto oo dadka beeraha in gaboodka lagu sameeyay u arkaan waxaan ilaaha bixisaynaynaa iyagoo nabad qaba inay naga guuraan marka waanu ku filannahay inaanu Soomaaliland ka saarno cid aan nagu yeeraynaa ma jirto deris baanaan nagu yeeranay soomaali aan nagu yeeran annagaa sankaa kaga tolayno Muuse isagoo khasban baaqiya inuu kala baxo subaxdaana annagay noo taallaa inaan maadaa laga ku ooyay nabadgelyada iyo go-aamada sida loo ilaalinaya annagaa subaxdaa la wareegi doonaa jiraayinku haddeerna
waa kaaga mahadcelinayaa taliya waqtiga iyo fursada weliba xilliga xasaasiga aadna siisay.